الحكومة اليوم طالبة بالتحول الرقمي، والمؤسسات ملزمة بتأهيل خدماتها والتحول من النظام التماثلي إلى الرقمي. المؤسسة العمومية رتلاً بسواعدها الجزائرية وخبراتها هي اليوم رائدة في مجال طرح عروض وخدمات رقمية للشركات الراغبة في تطوير خدماتها واستقطاب المزيد من العملاء وزيادة حصتها التنافسية في الأسواق من خلال إعادة تصميم أعمالها ومعالجة بياناتها، إلى جانب تقديم الاستشارة الرقمية وتكوين الموظفين. من اللي أعطاها رئيس الجمهورية بعد استراتيجي، هذاك البعد الاستراتيجي اللي تقدر تمس كل القطاعات. إذا أمننا بالقرارات ومادام راه كاينة إرادة سياسية متوفرة، المؤسسة واجدة وحاضرة باه تواكب أي مؤسسة مستعدة لرغمنا. إذا تكلمنا على رئيس الجمهورية في إطار تنويع الاقتصاد، أنه لازم نرفع من قدرات التصدير، باه ترفع من قدرات التصدير لازم تعود عندك تحكم في الأسعار، وتحكم الأسعار ما كانش شيء تقدمه لك إلا الرغمنا. إذا كانت فيها منافسة إلا الرغمنا، إذا كانت تحكم في الإنتاج رقمنا. التوظيف المباشر بصفر خبرة هي خطة الشركة للاستثمار في الجامعيين وتكوينهم، أي وتعتبر مؤسسة الاستلام هي الوحيدة، المؤسسة الوحيدة العمومية اللي عندها كل النشاطات اللي تقدر تنجز مشروع كامل متكامل مرقما. والدليل على ذلك هو مشاركتنا في لعب البحر الأبيض المتوسط، أنه بفضل شباب المؤسسة قدرنا ننجزوا مشروع في فترة قياسية، وظفنا شباب خريجي الجامعات بصفر تجربة. وأكد هذه النقطة أنه أعطينا لهم الثقة به يستغلوا التكوين النظري في المؤسسة لتقديم خدمة كاملة متكاملة، سواء داتا سنتر أي بصفة عامة البنية التحتية للإعلام الآلي للمؤسسة. الذهاب بالسرعة القصوى إلى التحول الرقمي والهدف مواجهة الضغوط التنافسية واحتياجات العملاء المتطورة ومواكبة العصر الرقمي. المطلوب اليوم من المؤسسات رقمنة خدماتها بشكل مستعجل لمواكبة التطور التكنولوجي في عالم الأعمال.